سيجمع بين ضمك وضيفه النصر في هذه المواجهة المرتقبة تكرارا لذكريات 84 في مباراة سويد وجلفان الشهيرة. في محاولة للنصر أن يثأر بعد أن واجه ضمك لأول مرة في التاريخ في منافسات دور ربع النهائي من نفس المسابقة، ولكن في نسخة عام 84. نادي ضمك في مباراة النهاردة يدخل بتشكيلة مختلفة تماما عن التشكيلة اللي كان خاض بها آخر مباراة له في الدوري، والهزيمة بنتيجة ثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد. إذا كان خالد شرحيلي في يومه فهو في مباراة اليوم سيرهق عبد الرزاق حمد الله وهجوم النصر إذا لعبوا قدامه. خلينا نشوف الضربة الركنية دلوقتي تتلعب سريعة المرة دي، قصيرة جوه منطقة الجزاء حلوة، وأدي هنا تسديدة أولى وفرصة حاضرة وضائعة من جانب جمعان الدوسري. مباراة اليوم عن فريق من أهم غيابات ضمك عن مباراة اليوم هي واحدة طويلة وأمامية، محاولة عند مازن أبو شرارة، ولكن إبراهيم جونز في اللقطة اللي فاتت بيغلط، ولكن عبد الله مادو بيلحق الكورة وهي إلى خارج أرضية الملعب. سريعة من الناحية اليسرى، هنا الانطلاقة والمحاولة، مرور ناجح أيمن الحجيلي، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، ولكن المرة دي بقى مايكون يقفلها كويس. جمعان بالمناسبة ظهير، ولكن هو في مباراة اليوم يتم الاستعانة به كقلب دفاع، وهنا بينية حلوة أحلى المرة دي إلى مرابط. النصر بيقرب، النصر بيقرب، ولكنها أرضية، وبرافو التدخل الدفاع فاعل جناح وخطورته في التسديدات من خارج المنطقه، لكن هي انطلاقه من اليمين. سلطان الغنام مع الكوره يلعب العرضيه الحلوه وهذه راسيه جميله، بيقابل معاها كويس جدا جوليانو، لكنها بتمر الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى من نصيب ضمك. حلوه الكوره، امرابط فوت الكوره كويسه حلوه قوي الى سلطان الغنام بعرضيه متقنه، ولكن المره دي بقى جوليانو، المره دي بقى جورج فيليبي يتفوق على مواطنه البرازيلي جوليانو. حمد الله مع الكوره يمرر يهيئ الكوره حلوه للخيبري اللي يسدد، لكنها بتعلى والى خارج ارضيه الملعب ان شاء الله مايكل، لكنها الى مرتده سريعه في الناحيه اليمنى. ادي التقدم اليمين والمحاوله اللي موجوده، عرضيه حلوه عدت على القائم الثاني، ولكن سلطان الغنام هو اللي يامن عليها والى ضربه ركنيه جديد. مرابط على يمينه فاضي، حط الكره الى نور الدين، خطيره من الجنرال نور الدين، بيحاول نور الدين يلعب العرضيه، خبطت المره دي في دفاعات ضمك، هي المره دي ترجع الى حارس المرمى بيتروس ماتيوس. يلعب الى احمد موسى مع الكوره، الغزال النيجيري على الارض جميله، وان تو جميله حلوه، موسى 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 موسى، ولكن خالد شرحيلي، خالد شرحيلي يتصدى امام احمد موسى. شفت خطوره احمد موسى، شفت الون وضم لجوه على طول خد التو، ولكن الله عليك يا خالد يا شرحيلي، يتصدى للكوره بقدمه احمد موسى، حطها كويس، ولكن خالد شرحيلي امكانيات رائعه لهذا الحارس. الى زكريا حدراف ومحسن ياجور، ولكن الكرة بتنزل سريعة المرة دي من بيتروس إلى موسى، توغل توغل، خطيرة 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 خطيرة، ولكن برافو المرة دي ماجد هزازي. من بيتروس ماتيوس في أقصى الناحية اليمنى إلى ندور الدين، مرابط مع الكرة، مرابط عرضية حلوة من الجنرال، ولكنها عدت من جورج فيليبي وعدت أيضا من عبد الرزاق حمد الله اللي بدأ يهرب كده من الضغط اللي موجود عليه من دفاعات ضمك. وأدي الكرة السريعة الجنرال، مرابط مع الكرة، مرابط مرابط يسدد، نور الدين مرابط يطمع فيها تسديدة بتمر بعيدة عن يمين خالد شرحيلي، محاولة مراوغة على الارض السريعه حلوه، يا سلام يا سلام، خطيره عرضيه حلوه، ولكن مايكل بيريرا على القائم الاول هو. شوفوا المنظومه الدفاعيه اللي كان تحدث فيها السيد بيب جوارديولا عن تقارب الافكار، لكن بينيه حلوه، والمره دي انفراد حمد الله يا ولد، حلوه حلوه الكره اللي فاتت، ولكن فيها رايه وتسلل اللي على حدود منطقه جزاء الخصم. وصول النصر الى منطقه الجزاء هيحتاج شغل فردي عالي، وادي جوليانو اهو 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 اهو، ولكن خالد شرحيلي، خالد شرحيلي لسه بقول لك جوليانو، شوف هرب في كوره، ولكن خالد شرحيلي بيامن على كلامي، اذا كان في يومه هيتعب النصر. ادي الكوره وادي الباص، شوف بقى هنا جوليانو، يا سلام بلمسه بلمسه، حطها حلوه واداله الثقه واداله الثقه، ولكن الكره لدت من العرض عرضيه على القائم الثاني وراسيه عدت من قدام حمد الله والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. ركز دلوقتي على المساحه اللي بدات تبان خلف عوض خميس بالنسبه لايمن الحجيلي، هتعمل خطوره وبينيه احلى المره دي الى مازن، مازن مازن، الله الله، شراره البدايه من ضمك من مازن، مازن ابو شراره يسجل الاول ببينيه حلوه من خلف دفاعات النصر، وكوبري من مازن ابو شراره يعبر النصر وبراد جونز، 1-0
1-0. حلوة 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 حلوة، مدروسة ومرسومة وبشكل جميل. زيزينيو حط البينية الحلوة، وادي المرة دي من خلف الدفاع، لكن شوف من تحت رجليك يا براد يا جونز، من تحت رجليك يا براد يا جونز، اهي الكرة. وادي هرب المرة دي مازن ابو شرارة يسجل الهدف الاول، وشرارة البداية من ضمك عن طريق مازن اللي بيسجل الهدف الاول لنادي ضمك. 1-0 1-0. قدر هو ان يوصل للمرمى دلوقتي مازن ابو شرارة، وقدر ان هو يسجل الهدف الاول لنادي ضمك. مازن ابو شرارة يحضر بالهدف الاول من نصيب الى نور الدين مرابط الجنرال. عدى كويس، عرضية حلوة، ولكن برافو جورج فيليبي قاطع المية والنور والكهرباء عن هجوم النصر ويخرجها الى ضربة ركنية. برافو يا ولد. ادي الاعادة في اللقطة اللي فاتت، وادي سلطان الغنام مع جورج فيليخو القوي، والكره اللي موجوده واللي ملعوبه ايمن الحجيلي مع الكره يحط البينيه الجميله. ادي الانطلاقه حمد الجيزاني، ابو شراره سريع، عرضيه عند مازن. الله، بقول لك ابو شراره سريع، وضمك ينفجر في ارضيه الملعب، ضمك ينفجر في ارضيه الملعب. هي مباراه مازن ابو شراره، هي مباراه مازن ابو شراره. جري وهرب وتحرك وراح لها في المكان، وارتقاء بالرأس في مرمى براد جونز. هدف تاني مستحق من مازن ابو شرارة. 2-0 مازن ابو شرارة. شوف ما شاء الله، شوف مازن، شوف سرع خطوته امتى، اهي، وشوف العرضية يا ابو شرارة. سجل الثاني يا ابو شراره، اهو مازن ابو شراره. وادي الانطلاقه من حمد الجيزاني، وتحرك ولعب له عرضيه حلوه حمد الجيزاني الحقيقه، ولكن ابو شراره ده براسه وبكتفه وبكل حواسه حاططها في المرمى، وسار الليل يا ابو شراره. سجل الثاني، مازن ابو شراره يسجل الثاني. يعني بدا ينزل كتير ويتحرك، لمسه سريعه الى نور الدين مرابط، طلع لسلطان الغنام، حطها لسلطان، مر سلطان وعدى، ولكن هنا قرار بركله جزاء من نصيب النصر، ركله جزاء من نصيب النصر، بيحسبها السيد بكاري جسامه، وهي ركله جزاء من نصيب النصر. وامامنا هو نور الدين زكري، نور الدين زكري بيطالب بالفار، وسلطان الغنام، واول كوره فيها تفاهم شديد ما بين مرابط والغنام، وهنا التدخل ما بين سلطان وما بين ماجد هزازي. اهي الكوره، شوف قربت، وهنا الاعاده والمحاوله وسقوط على ارضيه الملعب، وبقرار من حكم المباراه بكاري جسامه بركله جزاء من نصيب النصر. ركله جزاء اهو سلطان الغنام وماجد هزازي، وقرار من الحكم بركله جزاء. جمهور النصراوي اللي في ارضيه الملعب بيقول يا رب. وهنشوف عبد الرزاق حمد الله وخالد شرحيلي، وترقب ما بين الاثنين، عبد الرزاق وخالد، وعبد الرزاق يسجل الاول. عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الاول ويقلص الفارق عشان تبقى النتيجه 2-1. عبد الرزاق حمد الله يركن ركله الجزاء بكل براعه وبكل هدوء. النصر يقلص الفارق قبل انتهاء شوط اللقاء الاول. يا ولد يا عبد الرزاق يا حمد الله، يا ولد. شوف عبد الرزاق بص كده للزاويه اليمين، لكن هو حطها بيمينه في الزاويه الشمال قبل ان يحضر هنا الى نادي ضمك. امامنا هنا هو صاحب السمو الملك الامير تركي بن طلال المتواجد في ارضيه الملعب، امير منطقه عسير، واللي هو بالتاكيد يعني الرجل الرياضي، طبعا رجل رياضي ورجل داعم ورجل له مواقف تشهد له مع كرة القدم والثقافة هنا في منطقة عسير. وخلاص عرفنا ايه المشكلة، المشكلة دلوقتي يظهر ان البطارية اللي موجودة في المايك اللي بيتحدث فيه مع المساعدين عند جورج فيليبي، يلعب الكرة الطويلة عالية جورج فيليبي في اقصى الناحيه اليمنى، محاوله عند وهبي، ولكن احمد موسى من قدامه ياخدها وهبي كويس، يا سلام راوغ عدى، لف عرضيه حلوه براد جونز يطلعها، هي لسيزينيو. يا راجل، ده المرمى قدامك والكره بتقول لك جبني، ده الكره بتقول لك جبني، لكن اهون غلط في اللقطه اللي فاتت احمد موسى، سيطر عليها وهبي، لف ودار وشاط طلعها براد جونز، وادي سيزينيو قدامه. ولكن جوليانا هون مع الكره،
يمشيها سريعة إلى مايكون بيريرا، يمتلك قدم قوية ولكن هو يحط بينيه حلوة حلوة إلى سلطان الغنام، عرضية حلوة وحمد الله المرة دي براسه، ولكنها بتمر عالية وإلى خارج أرضية الملعب. وأيضا عاد أرتور جورج مرة أخرى، ولكن المحاولة حلوة من جوليانو لموسى، موسى موسى الله، حلوة من أحمد موسى، ولكن تألق من خالد شرحيلي، والكرة إلى ركنية من نصيب النص. أهو جوليانو بقى، جوليانو بقى ما صدق، شم نفسه وما رجعوا يضغطوا، ولكن شرحيلي ردت من جديد، الخنام يلعب عرضية حلوة، ولكن برافو أبو سمعان، رجعت من جديد، ادي الانطلاقه من الناحيه اليسرى، وادي سكرية حضراف، علي 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 الله، ولكن المره دي ابحث عن مخرج في مباراه اليوم، واعاده لكره زكريا، يا لكن لمسه في اليمين لحجيلي مع الكره ايمن يحاول يعدي، ولكن الضغط اللي موجود عليه من مهند النجعي، وهنا صفاره وتدخل قوي وطرد على مهند النجعي، طرد مهند النجعي عليه في اللقطه الماضيه، اهي الاعاده والتدخل من مهند على قدم بيتروس، الإعادة وباب في الناحية اليسرى، موسى مع الكرة، أحمد موسى واحد لواحد، موسى بعرضية جميلة ولكن الإبعاد ترجع لجوليانو دي باولا، يسدد على يمين شرحيلي وإلى خارج أرضية الملعب. اليسرى محاولة إلى موسى، على الأرض إلى مرابط، إلى موسى من جديد، موسى 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 بيحاول أحمد موسى، والكرة إلى ضربة ركنية من نصر، يسلمها إلى يحيى الشهري اللي يقف على الكرة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مش معقولة يا حمد الله، مش معقولة يا حمد الله، يا راجل عملت الصعب واللي أصعب منه، قطعت صح واستلمت صح وعديت من حارس صح، لكن في النهاية ضيعها حمد الله. شوف حمد الله باع جمعان وباع شرحيلي وباع الدنيا كلها عشان الشبكة، لكن شوف اهي في خابي، الى يحيى الشهري، الى عبد الرزاق، للشهري مره ثانيه من جديد، الشهري الى حمد الله، عبد الرزاق، ولكن جورج فيليبي اللي يقدر يقابل معاها لعيبه النصر، لكن نشوف حمد الله مخبي ايه، لعب الى يحيى، الى يحيى، الى الشهري، الله، يحيى الشهري هو العريس، يحيى الشهري هو العريس، يحيى الشهري بحل لا يمتلكه غيره، يحيى الشهري هو اللي يسجل التعادل، كينج يحيى هو اللي يسجل التعادل، يا سلام على الهدف ويا سلام على التسديدة، والنصر يعود، رجع النصر يا رجالة، رجع النصر يا رجالة، والنصر بمن حضر ويحيى بمن حضر، اهي الكرة الى حمد الله، شوف الباص، شوف يحيى الشهري، شوف التسديدة من يحيى الشهري على شمالك يا خالد، اتفرج عليها، اتفرج عليها يا خالد، يا ولد يا يحيى، ده بيلعب هندبول، ده جول هندبول، عارف لعيب كرة اليد اللي بيطلع وبيرميها وحارس المرمى بيبقى عاجز مش عارف يعمل لها أي حاجة، لكن حلوة إلى سلطان الغنام، بيحاول الغنام يمر من الشمال، الغنام يعدي سلطان الغنام وسقوط، وهي إلى ركلة جزاء بالنصر، وأمامنا هون بيحتسب ركلة الجزاء السيد بكاري جسامة، وأدي الكرة المرة دي، وأدي سلطان شرحيلي، وأدي الفرصة عبد الرزاق وخالد، خالد وعبد الرزاق، والمرة دي عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق حمد الله يسجل الثالث، والنصر رجع وفرح يا رجالة، 3-2 سفاح حمد الله يسجل الهدف الثالث عشان تبقى النتيجة 3-2 ضمك، والنصر يستفيق هنا في ريمونتادا، اهي شوف على يمين خالد شرحيلي يسجل الهدف الرائع بنزول يحيى الشهري لفك او لازاحه الضغط الى مرابط الى حمد الله، حمد الله حمد الله حمد الله، ولكن خالد، خالد شرحيلي والرابع، والكوره بتحب حمد الله، الكوره بتحب حمد الله، ومرابط يديها لحمد الله، لكن الكوره بتعشق حمد الله، بتعشق حمد الله كوره، بتقول له سجلني حتى لو صدها الحارس، انا بحبك يا عبد الرزاق. 4-2 4-2 النصر، خلاص النصر انفجر، خلاص النصر انفجر، وهدف رابع، وباص جميل، باص جميل، ده مين اللي ادى الباص؟ ده جوليانو، ده مش حمد الله، ده جوليانو، جوليانو، وشوف هنا بقى التصدي، الكرة لما تحب يا جماعة، الكرة لما تحب يا جماعة، لكن يا مخرج بقى جيب لي جوليانو والباص الجميل لحمد الله والتحرك الروعة على طول، اللعيب اللي يلعب من لمسة واحدة، اللي زي ما بقول لكم كده يحب يأكل عيش لزمايله، يقول لهم روحوا
جيبوا أهداف وسجلوا. يا سلام يا سلام، لكن هدف يعبر عن حال. 4 النصر 2 ضمك. لكن فضلا عزيزي المشاهد،